يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. بقينا نشوف كده أفكار غريبة على السوشيال ميديا، يعني ملهاش أي علاقة بينا ولا بثقافتنا ولا بتقاليدنا. يعني مثلا زي فكرة إن عادي جدا إن البنت هي اللي تتقدم للشاب، تطلب إيد الشاب للزواج. طب ازاي؟ يعني تيجي ازاي؟ البنت من صفاتها الكسوف، الحياء، وطول عمرنا عارفين ان الراجل هو اللي بيطلب ايد البنت للزواج. حتى في اوروبا وامريكا والدول المتقدمه بينزل على ركبته وماسك الخاتم يعني ويعرض عليها الزواج، بينزل على ركبته. طب احنا هنا ما بننزلش، كمان العريس ما بينزلش على ركبته، اقل حاجه ان هو اللي يطلب الجواز. هل يجوز ان تطلب البنت من الراجل الزواج؟ هو ده اللي هنتكلم فيه وهنعرفه، لان ضيفتنا اللي منورانا النهارده في اولى فقراتنا هي الاستاذه الدكتوره راويه خليل الواعظه بوزاره الاوقاف. ازي حضرتك دكتور راويه؟ عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل الحمد لله. طب احنا قلنا ما بلاها ركبه، بلاها ركبه ماشي، بلاها ركبه ما تنزلش يا عم على ركبتك، لكن على الاقل انت تعرض الجواز. نعم. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا في القران الكريم مواقف، يعني لما جت ابنه شعيب لسيدنا موسى قالت فجاءته احداهما تمشي على استحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. ازاي انا في الوقت ده اللي كله فتن وللقابض على دينه كالقابض على الجمر افتح باب نار بالشكل ده؟ وهي البنت راح عقلها فين؟ ازاي هي لا تطلب حاجه زي كده؟ ده انت ربنا كرمك في القران الكريم بصوره النساء وجعلك زي اللؤلؤه المكنونه. ازاي تنزلي بالمستوى ده؟ ولا قدر لو اتي في ايد حد ما عندوش خلق ولا دين، يبقى ايه المصير؟ صح. طبعا الموضوع اذا كان حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحجه اللي بيمسكوها، اذ امراه وهبت لنفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح خالصه، ده النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه، ودي كانت هبه للنبي مش لكل الناس. صحيح ان ابن حجر عرض في الجزء من كتابه هذا الباب، لكن انا بقول في الوقت الحالي ابدا لا يمكن اطبق هذه القاعده في مجتمع كله فتن. والبنت راحت فين؟ يعني فين حيائك وفين جمالك؟ بالعكس، ده انت كل ما بتتمنعي الشاب بيبقى طامع اكتر في هذا البيت اللي مبني على اساس ديني وخلقي وعلمي وثقافي، فبيبدا مرات ومرات ومرات عشان ينال القرب. ازاي في الحاله حقيقي. دي طبعا ازاي انا طيب. انزل حضرتك طبعا عارفه ان امثالنا الشعبيه برضو بيبقى في يعني مختلطه جدا بتقاليدنا وعوايدنا. نعم. اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، الجزئيه اللي هي بتاعت انك تقدمي نفسك او انت تتقدمي للعريس حضرتك جاوبتي عليها. نعم. لو الاب بقى ابو البنت طلب ايد العريس، هل ده اوكي ولا ده مش برضو غير مستحب؟ وليه الامثال الشعبيه قالت لنا كده؟ الامثال الشعبيه قالت لان انا عندي ده في القران الكريم، سيدنا شعيب عرض على سيدنا موسى قال له انكحك احدى ابنتين على ان تاجرني ثمانيه حديد. لكن هو امن ايه بقى؟ امن الجانب الخلقي، الجانب الديني، الجانب الحيائي عند الرجل. ازاي هيقدر يصون في محيط العائلات الواحده؟ ما فيش حاجة. يعني سيدنا شعيب شاف في سيدنا موسى. نعم. الموضوع ده شاف الحياء وشاف تقوى الله وحب ان هو يرتبط بيه، وشاف البنت قالت له ان هم لما جايين في الطريق قال لها هي هو المفروض هو اللي هي اللي تتقدم عشان يعرف الطريق. صح. هو تقدم في الطريق ولا القي لي ببعض الحصى عشان اعرف الطريق عشان ما يقعش عينه على كعب رجليها عشان ما يبصش عليها وهي ماشيه. بالظبط كده. فكميه الادب اللي جواه والحياء اللي داخل سيدنا موسى دي تدعي اي اب انه يدعو في مجال في محيط الاسره. حضرتك احنا اسره واحده ومتقاربين وعارفين بعض، ايه المانع ان الاب يبدا؟ وخصوصا انه هيامن ان الشاب ده من الخلق اللي هيحافظ، وده طبعا هنكسر بيه حده مشاكل كتيره جدا بيحصل في عدم التكافؤ بين الاسر. صحيح. لكن من نفس العيله، من نفس المستوى المادي والاجتماعي والديني والثقافي والاخلاقي، لا مانع. ربنا يجوز شبابنا وبناتنا. امين يا رب. يجوزهم بالناس الكويسين. نعم. طيب لو حصل لا قدر الله ان البنت هي اللي طلبت الزوج للزواج او الولد للزواج، حضرتك كده كأم لما لو عندك ابن وواحده اتقدمت له، نظرتك ليها هتبقى عامله ازاي؟ ده حضرتك ده من رابع المستحيلات. ازاي؟ ازاي ده انا حد يعني ممكن كل... ترفضيها لابنك لمجرد انها هي اللي عرضت نفسها عليه؟ ده بكل ثقه وكل يقين لا يمكن. ازاي؟
احنا قلنا ان دي حاجه حصلت وانتهت في عهد النبي، ما اقدرش اكررها في الوقت الحالي، ده انا نظرتي ليها هتبقى نظره يعني دونيه ما فيهاش اي نوع حتى من الحنو. واعتقد 99.9 الشاب لا يقبل، لان البنت دايما بتكون زي الجوهره المكنونه، هو اللي يسعى دايما الى ان طلبها زي ما حضرتك تفضلتي على ركبته وبيبدا ويعمل 100 طريقه وطريقه عشان حتى يتم الموافقه. فاحنا مش هنقلب الموازين ابدا. طيب لو اتنين بيحبوا بعض وما بينهم كل خير، مش حاجه وحشه يعني، وهي اللي اقترحت الموضوع ده، من وجهه نظر حضرتك كده مش ده ستر من ناحيه الدين حتى؟ مش ده ستر؟ مش هي كده بتطلب الستر وبتطلب العفه وبتطلب حلال ربنا؟ اذا تحلت المراه بالحياه تحلت بكل شيء، واذا فقدت المراه الحياه فقدت كل شيء. نعم، هي كده فقدت كل شيء، فقدت انوثتها وجمالها ورقتها وشياكتها وكل ما فيها بانها تطلب حاجه زي كده، لان خلاص اذا ضاع الحياه فانتظر الساعه ما عادش. صحيح. طيب ازاي الواحد يقدر يعني يحكم على التكافؤ ما بين الاسر اللي هتتجوز بعض؟ يعني احنا بنقول مش واحد هيتجوز واحده، ده في اسرتين هيرتبطوا. نعم. هل ليها خلفيه دينيه؟ هل في احاديث نبويه؟ هل في كلام يعني يحض على حسن اختيار الاسره والتكافؤ ما بين الاسر اللي هتتناسب؟ ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن آيات الزواج جعلها بعد خلق السماوات والأرض، وده لقدسية الحياة الزوجية، وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فجينا عند كلمة الأزواج قال لك الزوج ده بيكون مساوي في الصلاح والإصلاح، الاثنين قد بعض. والسبب ايه يا رب؟ لتسكنوا اليها، علشان يتحقق السكينه داخل هذه الاسره، وتبقى الاسره دي مقامه على جانب ديني ودستور حياتها القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا جعل بقى ايه؟ جعل جعلوله هنا الموده والرحمه هتيجي من التكافؤ بين الازواج الاثنين، لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. قال لحضرتك الموده والرحمه دي ان مجرد ما بيتم هذا العقد بيتم مجموعه من المستويات اسمه السكن، السكن ده الحاله الهدوء، سكن ايماني وسكن قلبي وسكن عاطفي وسكن اقتصادي وسكن ديني، كل ده داخل الاسره هيتم بايه؟ بالتكافؤ بين الاثنين اللي هم بينهم زوج المساويين في كل شيء. تكافؤ في ايه؟ تكافؤ مادي ولا تكافؤ في التعليم ولا في الرانك الاجتماعي، المستوى الاجتماعي، يعني تكافؤ في ايه بالظبط؟ التكافؤ في كل مستويات التكافؤ، لان المفروض يكون بينهم تكافؤ، ولو في جانب اقتصادي اعلى يكون للزوج وليس للزوجه، لان ربنا جعله القوامه، والقوامه مقام تكليفي وليس تشريفي، ده مقام تكليف عشان يتم الاحتواء، ولو تم الاحتواء هيبدا اول سكن، سكن الايماني، ان هذا البيت تقام فيه كل شعائر الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السكن القلبي هيأتي من المودة والرحمة، من الكلمات الحانية اللي هيبدأ الرجل يتكلم بيها للست والعكس بالعكس، علشان احنا مشكلتنا دلوقتي في الوقت الحالي حالات الطلاق المتفشية لا يمكن حضرتك تتخيل انه الجانب الاقتصادي ابدا، للأسف الجانب العاطفي، ظمأ القلوب من جانب السيدات نفسها تسمع كلمات حنية من الرجل، والرجل في شغله مشغول، فبيبدأ هذا العطش وهذا الظمأ العاطفي بتبدأ يحصل فيه نوع من النفور، فمحتاجة كلمات حنية. حتى البذور اللي خارجة من الأسرة الجميلة لما تسمع هذه الكلمات بتعيش الأسرة في حالة من السكينة والمودة والرحمة. الحاجة الأهم هو الاحترام المتداول بين الأسرة، إن يكون في كلمات وفي حدود للتعاون، مفيش بقى في وقت الغضب إن الست تجاوز بقى. التجاوز ده بيبعد بين الناس جدا، الاثاره والالفاظ الخارجه، وبعدين انت بترجعي تعتذري على ايه؟ ما هو لو في اطر للاحترام داخل الاسره هتقام الموده والرحمه. والسكن بقى الرائع اللي هو السكن القلبي، احتواء الرجل للست، ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، انت تحتويها، انتقلت من بيت والدها لبيتك علشان يحصل نوع من الاحتواء ويحصل الموده والرحمه بينهم. من اروع انواع السكن، السكن الاقتصادي، زي ما انت بتعمل كده ذمه ماليه كل شهر بتديها لها، خلي كده مظروف صغير، ظرف صغير، وقول لها دي حاجه خاصه بيك انت، ما تحسسهاش بالدونيه، حسسها بالفوقيه، حسسها ان العلاقه بينك وبيني ان احنا بنعمل اسره، نواه في المجتمع، بعد كده هتبقى وطن كبير. لما يحصل السكن الاقتصادي حتى داخل الاسره وهي تحس قد ايه وشاعر بيها، حتى الفلوس اللي هيديها لها شهريا هي هتحطها فين؟ داخل الاسره برضو. صحيح. لكن الاحساس بالاهتمام والجمال والروعه، حضرتك لما مجرد ما الزوجه بتفتح
الباب للزوج كتير جدا من الشكاوى اللي بتجيلي في المسجد ما بيبصش في وشها. للدرجة تفتح الاب ما جاي مهموم فما بيبصش. لو نظرت بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك، فما بالك دي ربة البيت اللي قاعده بالاولاد. لا وكمان بقى لو كمان هي اللي متقدمه له وهو بيوصله للمرحله دي، يعني ممكن يكون ايه رد الفعل؟ طبعا فيعني اقول لحضرتك من مجرد فتحه الباب، مجرد الابتسامه والقاء السلام، ده نوع من الانس داخل البيت، في موده وفي رحمه. فاحنا فعلا محتاجين نحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين ان البيوت يعمها الامن والسكينه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها في البدايه. طيب ايه الحكم في الولد او الشاب اللي بيتزوج بالرغم من اراده اهله؟ يعني اهله مش موافقين على العروسه. نعم. هل ده يعوق الزواج بشكل او باخر؟ هل في اي نوع من انواع الحرمانيه؟ مش حرام يعني اللي هو حرام قاطع، ولكن هل ده مكروه حتى في الدين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين، جعل طاعته سبحانه وتعالى مع طاعه الوالدين. هو شرعا مش حرام، لكن ازاي انت هتقدم على مرحله زي دي والاب والام غير معترضين، غير راضيين عن الزواجه من بدايتها؟ لا، ده هو الشاب لازم يكون عنده نوع من الذكاء، لازم يتكلم مره واثنين ويعرض قضيته. ما هو انت على جانب من التعليم وفي اسره جميله مترابطه اجتماعيا، ابدا اعرض قضيتك مره واثنين وثلاثه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هيشرح هذا القلب، لانك انت داخل على حاجه رائعه جدا، انت بتكون اسره ونواه من نواه المجتمع. لكن اللي بياخد بقى الطريق العكسي ممكن يكمل، لكن سبحان الله كتير جدا بيحصل حالات طلاق، ونلاقي في النهايه يقول لك انا مش قادر على بعد والدي ووالدتي، انا مش قادر على ان العلاقه مرتبطه ليه؟ ما نبدا الاساس على اساس سليم، ويبقى انا خدت اولا امر الله سبحانه وتعالى بالطاعه، وخدت بر الوالدين، وبدات حياتي بمرحله جميله جدا فيها سكن لقلبي وسكن لقلبها ورضا من الوالدين. طيب واظفر بذات الدين. نعم. هناخدها مدخل للصفات اللي المفروض تكون موجوده في العروسه الاول وبعد كده في العريس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النكاح قال تنكح المراه لمالها وجمالها وحسبها ونسبها فاصبر بذات الدين. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اول طبيب سيكولوجي، اول طبيب نفسي في الاسلام، كان يعلم صلى الله عليه وسلم الحالات القلبيه اللي بيكون عليها الرجل. في رجاله بتحب الجمال، وفي رجاله بتحب المال، وفي رجل بيحب الجاه، انواع مختلفه من المجتمع. لكن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ازاي انا اصفر بذات الدين، قال لك لو عرفت الاسس الدينيه اللي موجوده هتعرف كل تبعات الحياه وتتحمل معاك بناء الاسره. لان كثير جدا من الرجال بيدور على الجمال فقط، والجمال بيكون اتنين، مبنى وجمال معنى. جمال المعنى يعني مع تغيرات الزمن بتتغير عوامل التعريه بقى والتجاعيد والتخن والرفع والكله عوامل التعريف الزمن. الزمن والمشكلة انه بيبص لها هو، ما بيبصش لنفسه في المراية. ما هو عامل الزمن أثرت عليك زي ما أثرت عليها. فالنظرة الخارجية للجمال الحسي ما ينفعش، لكن جمال المبنى بيختلف تماما. جمال الروح اللي موجودة جوه البيت، هي عارفة قد إيه أسرة بتتكون، قد إيه متحملة معاك تبعات الحياة، عارفة يعني إيه إمتى تتكلم وإمتى تسكت، عارفة إن تركيبة عقلك غير تركيبة عقلها، عارفة وقت أنت تعبان فيه ما تتكلمش، إمتى تتكلم، وإمتى يحصل بينك وبينها مساحات من الود، حتى لو بالهدايا البسيطة اللي بينك وبينها، كلمات حانية رقيقة راقعة تتكلم بيها معاك، يبقى دي زوجة عارفة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال الصالحات قانتات حافظات، صالحة بكل معنى الصلاح، في حفاظك، في الحفاظ عليك اولا، ثم الحفاظ على هذه الاسره. فدي صفات رائعه. وعلى الجانب الثاني لازم الرجل يكون نفس الحكايه. الرجل لازم يكون متصف بكل هذه الصفات الاخلاقيه، بالاضافه الى ان ربنا سبحانه وتعالى اداله التكليف ورفعه بيه درجه. يعني ربنا لما كلفه قال لك ده تكليف علشان انت تقدر تحتوي هذه الزوجه داخل الاسره وتسقيها بالقوامه. نعم بالقوامه. طبعا القوامه، سواء القوامه الماديه او القوامه الاحتوائيه، انك ازاي تحتوي هذه الاسره علشان في النهايه نقدر نكون نواه صالحه في المجتمع. هو ليه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، يعني اذا كان يجاز حتى السؤال ده، ليه بدا بمالها؟ لان المال بيميل بالنفس. حتى ربنا لما ذكر في القرآن المال والبنون، الناس كلها بتلهس على المال، ودايما بيبقى البحث دايما على الأغنى. وحتى في محتوى الشباب لما بنتكلم وكده دايما يقول لك لا واحدة غنية تريحني. مش هو ده السبب، هو المال مع الوقت. هل كده ما يفقدش القوامة؟
هيفقدها طبعا، لان هو داخل على حاجه تانية خالص. هو طالما الاساس مش على اساس ديني وعلى اساس سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يحصل الخلل، لان الاساس المتين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا في الزواج، لو انا مشيت عليه وفق الشرع الحنيف، وفق النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، هتستمر الحياه الزوجيه وتبقى اسره ناجحه. علشان كده النبي حط لنا كل الحاجات اللي ممكن الرجل يتقدم من خلالها، زي ما قلت لحضرتك، لانه طبيب نفسي كان يعلم الميول القلبيه للرجل، سواء جمال سواء مال سواء مناصب. في ناس كتير اقول لك واحده بنت ناس كبيره او في منصب يرفعني، بالفعل ما بتستمرش. سبحان الله، احنا شفنا كل ده. عشان كده قال فظفر بذات الدين، تربت يدك، هو دي الظفر. عليه افضل الصلاه والسلام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكونكلوجن بقى، او الاستنتاج بعد الفقره الرائعه دي مع الاستاذه الدكتوره راويه خليل الواعظه بوزاره الاوقاف، بتقول اوعوا اوعوا يا بنات تتهفوا في مخوكوا واحدة تعرض على رجل الزواج. ده زي ما دكتور راوي قالت لنا، هيقلل من مستواها قدامه، هيبوظ صورتها قدامه. الرياح العاتية اللي بتبقى في الحياة كلها، موضوع انك انت اللي تقدمتي له دي، مش هتصمدي، مش بقى رياح، مش هتصمدي قدام نسمة هوا. فبشكر مع حضراتكم مرة تانية الأستاذة الدكتورة راوية خليل الواعظة بوزارة الأوقاف. شكرا جزيلا. كل الشكر ليك.